زوج له زوجتان ولكل زوج أبناء، لكنه ترك الأولى ولا ينفق عليها ولا على أبنائها، وأصبح عند الثانية ويسافر بها ويعترف ولا يعترف بزوجته الأولى، فبماذا تنصحونه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. الله جل وعلا أمر بالعدل بين الزوجات، قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. العدل لا بد منه في المسكن وفي الكسوة وفي النفقة وفي المبيت، عندها أربعة أمور لازم من المساواة: المبيت يبيت عند كل وحدة ليلتها، الكسوة يعطيها ما تحتاج من الكسوة، النفقة ينفق عليها ما تحتاج في اليوم والليلة ما دامت في حصمته، المسكن يأمن لها مسكن يليق بها، كل هذه الأمور واجبة. نعم.